السادة أعضاء هيئة التدريس، أهلا وسهلا بكم. الدخول على منصة التعليم الإلكتروني من خلال بوابة MyMans يرجى الدخول على mymans.mans.edu.eg. في حالة عدم وجود حساب مسبق يرجى إنشاء حساب، إدخال الاسم بالكامل باللغة العربية، اختيار جامعة المنصورة، اختيار الكلية، أدخل البريد الإلكتروني الجامعي على أن يكون @mans.edu.eg، وأدخل الرقم القومي، ثم قم بعملية التسجيل. بمجرد التسجيل سيرسل لك كلمة المرور على الإيميل الخاص بالجامعة. لتسجيل الدخول استخدم الرقم القومي كاسم المستخدم وكلمة المرور، استخدم كلمة المرور التي تم إرسالها لك في الإيميل الخاص بالجامعة. في حالة وجودك كمستخدم مسبق وعدم القدرة على الدخول، اضغط على هل نسيت كلمة المرور وقم بإدخال الرقم القومي، وسيقوم الموقع بإرسال كلمة المرور على الإيميل الخاص بالجامعة.